كفام بودكاست مرحبا بكم. الترجي يلعب بعد اقل من ساعة اولى مقابلته في المجموعة الاولى من تشامبيونز ليج ضد سانشاينز النيجيري. مقابلة تتلعب في اوديل نيجيرية وين موجود مبعوث موزايك فهمي البرهومي. مرحبا مرحبا بك اسكندر. بالتحديد في ملعب ديبو دين انترناشونال ستاديوم ال 14000 متفرج اللي احتضن الملعب هذا الحالي حضرونا تقريبا ما قلش من 500 محب فريق سانشاين. على كل المقابله كما قلت بعد اقل من ساعه بدايه من الشيخ الترجي ممثل كل خدم التوصيل الاجنبي النادي السحري في المجموعه الاولى باش يلعب ضد فريق سانشاين السابز النيجيري. التشكيله باش تكون حاضره ولا تشكيله اساسيه؟ وعصب الشريفي حارس المرمى سامح حبيبي على الجهه اليمين على الجهه اليسار خليل شمام محور الدفاع في وليد الهيشري محمد ريب المنصور قدامهم كفا فككين اليوم من القومات البتراوي خالد المولي وكريم العواضي الى جانب على وسط المستوى الوسط الميدان الهجومي القو يوسف المساكي اريس عفور راس الحربه يميك نزاز العوده ذكر بالتشكيل الاساسي للترجي مع الشريفي سامح حبيبي خليل شمام وليد الهيشري محمد ريب المنصور مجدي التراوي خالد المولي كريم العواضي يوسف المساكي اريس عفور يميك نزاز على البنك موجود ياسين نوال وسام البوغاني هبل المساكي خالد العيالي يوسف الحلفي خالد ايمن بن عمر هذا البنك نتاع الترجي هذا التونسي. الترجي كما قلت باش يبحث اليوم على اول ثلاث نقاط باش يصدر بها ثلاثه في المجموعه كما النجم الرياضي الساحلي. الماتش هذا شنو يلزم وشنو يلزم للترجي وشنو لازم يعمل الترجي باش يفوز بالثلاث نقاط اللي جابها مع خالد المولي؟ ان شاء الله نبدا في فور ما خاطر الصراحه الفواياج متعب ياسر ما تعرف شو الكره نتاع توا الديتاي هما اللي يعملوا الديفيرنس فهمت. الفواياج هذا ان ديتاي تري امبورتون تعب سي نورمال واحد كيبدا تعب سي نورمال مش يكون في فورمه كبيره. ما كما ديما نقول الاسبيرونس عندها الاسبيرونس وعندها من لي كاليتي انديفيديوال كوليكتيف. الماتش نتاع صراحه نتاع قلب نتاع جريتا ان شاء الله هذوما الحاجات يكونوا موجود ما حد كانش في فورمه ثم القلايب ان شاء الله قد ربي يعوض كل شيء. كان هذا خالد المولهي لاعب الخبره في الترجي يحكيها على الجرين تحكيها على القلايب وظهر لي هذم هما اللي زاتو يعني اللي لازم يعمل عليهم الملاعبي في مقابلات كيما هذه سيرتو بعد التعب نتاع الرحله والظروف المناخيه الصعيبه اللي عاشوها ملاعبيه الترجي. مادام نحكينا فهمي على المناخ كان تعمل يعني تشوف لنا شنو الطقس غاديك فكرة على الطقس قبل دقائق من المقابلين؟ والله يقول لحد الحمد لله طقس باهي طقس رائد هنا ممكن قبل احنا خارجين مش غادروا ننزل اللي قام على الترجي تهبط شويه امطار لكن البوادر بتقول انه حاله الطقس يعني تقريبا فماش امطار لحد اللحظه هذه. بالعكس ثم الشمس طلعت حاله الميدان ممتازه حاليا ملعبيه سانشاين وجيفارفيس ميتين كيف ملعبيه الترجي موجودين في حجرات الماليه بالتفتيح بعد شويه تقوم الحركات الاحمائيه البوادر الكل تقول الى حد دقائق هذه المقابله باش تلعب ما فماش امطار الامور كل 5-5 ان شاء الله للترجي باش يلحق كما نحكيو على اول ثلاث نقاط في المجموعه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله للترجي اليوم كما كان يعني الحظ حليف البارح لطوال وفوزه خارج الميدان قدام نادي اولمبيك الشلف الجزائري. بالتوفيق للترجي وشكرا ليك فهمي ان شاء الله تكون موجود معنا لحظه بلحظه باش نتابعوا اطوار المقابله هذه كالعاده على موزايك. احكينا على الاطوال وفد الفريق خرج عنده 30 دقيقة تقريبا من مطار الجزائر وصول المطار تونس كارتاج متوقع مع 3 غير ربع. نذكره مرة اخرى اللي النجم روح البارح بربح ثمين برشا من الجزائر وقت اللي ربح اولمبيك الشلف على ميدانه واحد بلاش. نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى واليوم تتلعب مقابلة متأخرة من الجولة 24 مع الخمسة متاع العشية في ملعب جرجيس تجمع ترجي جرجيس بالنادي الإفريقي مقابل زفرها إلي سويدن.